يا ولد، يعني معقول انتم اليوم استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وانتم تغنون عجوز البيت سكران ببطن بيره؟ يعني انتم عقال، انتم عندكم عقيل، انتم غيره على الدين، على المذهب، على البشريه، على الانسانيه؟ انتم تفهمون ايش جاي تسوون؟ ان لم تكن نافعا فلا تكن ضارا، وان لم تكن رابحا فلا تكن خاسرا. ماكو هيك استهتار، مو قضيه علي امامنا، لا، لكن انسان خدم البشريه. معقوله في يوم استشهاده انتم هيك تغنون؟ وصلت بالبشريه الى هذا المستوى من الانحطاط والرذيله والدناءه؟ اي بشر انتم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حسنت ابو حسن، انتم كنتم قاعدين؟ معقوله واحد